لا يحل الكذب إلا في ثلاث: أن يحدث الرجل امرأته ليرضيها، وأن يكذب في الحرب، ويكذب ليصلح بين اثنين. صدقت يا سيدي يا رسول الله. الكتاب المقدس كله قائم على انه الكذب خطيه، ما فيش حاجه اسمها كذبه حلال، ده بس في الاسلام. في المسيحيه ما فيش حاجه اسمها كذبه كبيره وكذبه بيضه وكذبه سوداء. الكذب هو كذب خطيه، نعم، في كل الاحوال هو كذب خطيه وعليها دينونه. وعليها دينونه.